انا اللي مازال السؤال عندي دابا الاخوان، هو الكاف ملي تيجيك الحكم من عندهم تيقولوا لك ديبلوم، وانا ملي تنعطي للمسؤول في الجامعه تنعطي جوج ديال الوثائق وهو تيعترف باشنو تسلم من عندي. تسلم من عندي لاسكريبسيون ديال بوركينا فاسو، وتسلم من عندي التاخير ديال هاد لا فورماسيون. تنقول لي واش تسلمتي من عندي ديبلوم؟ تيقول لي لا ما تسلمش من عندك الديبلوم. نيجي هادي منين جا هاد الدبلوم هادي اللي لاكاف مصيفطها ليا تتقول لي زورتيه. كاع الاخوان تكلمتو تتقولوا شكون هاد الجهه؟ انا هاد الجهه مازال انا مازال تنتسائل شكون هو اللي صيفط من هنا ديبلوم، لانني انا اللي صيفطتو والمسؤول اللي في الجامعه تيعترف وتيقول بان انا ما سلمت من عندك والو، لان ما يمكنش انا الا غنعطيك ديبلوم وانت في الجامعه غتعطيني غتعطيني كيف تنقولوا زيد ريسبسيون كوم كوا راك خديتي من عندي لوجور فلان فلاني وهذه والسميه وهذه، باش حتى الا بغيت انا ننكر تيقول لك لا انت سيدي شنو عطيتينا نهار فلان فلاني وهذه. انا ما عنديش ما عطيت حتى شي وثيقه الا لهذا السيد المسؤول جوج ديال الوثائق. كيفاش مشى هذا الدبلوم هذا بوركينا فاسو الكاف، والكاف صدرات هذا الحكم، وهذا الحكم تصيفط ليا في واحد الوقت اللي كان خاصني نجاوب على هذا الشيء، على هاد التهمة هادي، وما تسلمتش به في الوقت ديالو باش ندافع على راسي، وجاني الحكم بلا تاسع الرحم، لأن هادي براءة ديالي. أنا مازال تنقلب على شكون اللي صيفط هاد الدبلوم، وعلاش أنا خدام غير في الهوات، وتابعيني بهذا الشكل هذا، علاش؟ علاش خليتو الأمور كاملة وتابعيني أنا؟ أنا جيت تغني لاباج وبغيت نخدم عاوتاني وما كاينش إشكال، ما تنعرف ندير حتى شي حاجة، تنعرف إلا نلقى راحتي ونخدم في الكره المجال ديالي اللي كبرت فيه ولعبت فيه وتنفهم فيه. انا بعدت كاع ما بغيتش ما كاينش مشكل، لقيت ان بلوكاج من ناحيه داك لو سونتر اللي سي القجع تنشكرو عاوتاني، وجلسنا وطوينا الصفحه وبدينا عاوتاني باش نخدموا البلاد ديالنا ونخدموا هادي، وجات لوفر من عنده وهداك الشيء. فاش مشيت الاداره التقنيه حسيت وعرفت بان تما ما غاديش نشتغل، وجات الفرصه ومشيت للهوات، وكنت زيد فرحان بانني غادي نشتغل واخا البرنوسي فريق اللي هو عريق. بان لكم يوسف زور شهاده باش يخدم في الهوات في السن ديال 49 عام، وفينا هي هاد الشهاده هادي؟ وشكون اللي صيفطها؟ الا صيفطتها لكم انا وخديتها وصيفطتها عطيوني كيفاش انت عطيتها لكم. اما انت يا مني مسؤول في الجامعه تتقول لي بانني انا شنو استلمت من عندك؟ جوج ديال الوثائق والشهاده اللي عندي انا والشواهد اللي عندي انا من اوروبا، ما عنديش من الكاف. وهذا المسؤول اللي في الإدارة التقنية ملي تمشيت تيقول لي علاش ما دخلتيش هنا المغرب دوز الأ، كان عندي مشكل مع رئيس الجامعة الملكية المغربية ما يمكنش ليا، راه مشيت كيف مشيت في بلجيكا مشيت قلبت لافريك سلافريك بوركينا فاسو تونس مصر أي بلاد نمشي بعدا كي ندوز ويكون عندي لو ديبلوم ديالي. واخا إذا أنا تنتسائل دابا هاد الدبلوم اللي هما تكلموا عليه الكاف وجانا في الحكم منين جاي؟